السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال زميلنا بيقول أنا عايز أعرف إيه هو معامل أمان الكرين الرفع، يعني عايز أعرف ما هو معامل أمان الكرين أثناء عملية الرفع. تمام، ناخدها ببساطة كده. أي كرين، أي وينش بتلاقيه هو نفسه مبني على معامل أمان من خلال المصنع. يعني لما بيجي يعمل لود تشارت، جدول تحميل، اللي هي القيم اللي انت بتقول الكرين في الوضع ده يقدر يشيل كذا كذا، دي اصلا مبنية بمعامل امان من خلال المصنع، بيكون من 75 ل 85%، يعني معامل امان ساعتها في الوضع ده 15 او 25%. كده ده خاص بالمصنع، ما لناش علاقة بيه. يعني جوه جدول الاحمال بيقول لك بشيل 10 طن، لا انا هشيل 10 طن، ما ينفعش اقول اصلا معمول معامل امان ممكن اخلي 10 طن دوت 11 طن، مش حاجة اسمها كده. تمام، دي النقطة الاولانية خلصنا منها. نيجي بقى النقطة التانية بقى، أنت في موقعك، أنت في موقعك يعني تعليمات موقعك بتفرض معامل أمان أثناء عملية الرفع. أنت بتبقى مقلق من الخطأ في الحسابات، تبقى مقلق من الرفعة نفسها، تبقى مقلق من عملية التصبين، السواق نفسه ممكن ينتش لك اللود كده فيزود الوزن الصغير بتاعه، كل دي عوامل ممكن تؤدي الكارثة بالنهاية، الأرضية، الميول، مش عارف إيه، الحاجات دي كلها. فانت داخل موقعك بتفرض حاجه اسمها معامل امان لعمليه الرفع، عباره عن ايه؟ عباره عن نسبه من القيمه اللي موجوده في جدول الاحمال، عباره عن نسبه من القيمه الموجوده في جدول الاحمال، 10% 15% 20% 30% وهكذا. كل شركه وكل موقع بيعمل عمليه تقييم بناء على الحاله العامه بقى، الكارشر العام، المعدات، الحاله بتاعتها، السواقين وكفاءتهم، الاحمال اللي بيتم رفعها، الكريتيكاليتي بتاعت الاحمال دي وهكذا. تمام، احنا هنا في موقعنا مثلا شغالين على حاجه اسمها ليفتنج تشيك ليست للاحمال البسيطه اللي هي وزنها لا يتجاوز 10 طن، والقدره المستخدمه من الكرين ما تزيدش عن 90% اللي هي معامل امان 10%. تمام، دي اسمها ليفتنج تشيك ليست للرفعات الروتينيه او الرفعات البسيطه. بيتحسب ازاي؟ يعني معامل الامان ده بتاع عمليه الرفع بحسبه ازاي؟ بص يا سيدي، انت عندك حمل هيتم رفعه وليكن مثلا 8 طن، وبعد كده وزن الهوك بتاع الكرين، اي حاجه تحت البول بقى، اي حاجه تحت البكاره بتاعت الكرين، الهوك، الوارات، التصبين، الرفع، مش عارف ايه الكلام ده كله، هتعملها بحدود 1 طن، انت بتبقى عارف كل الكلام ده. تمام، يبقى 8 بلس 1 يبقى كام؟ 9 طن. يبقى انت كده عرفت الوزن الكلي بتاع اللود اللي هيتم رفعه 9 طن. بعد كده بشوف الكريم بتاعي دوت، واخش جدول الاحمال بتاعي في الوضع ده، الوضع ده اللي هو بوم لينس وريديوس وكوانتر ويت ونمبر اوف فولز وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي، يقدر يشيل كام؟ يقدر يشيل 10 طن. كده الموضوع سيف؟ اه، طالما انا القيمه الكليه اللي انا هشيلها اقل من الموجوده في جدول الاحمال يبقى انا كده في السيف سايد. بس انا هنا بسال على معامل امان، معامل امان في الوضع ده كام؟ بعمل ايه بقى؟ بقسم الوزن الكلي، وزن الطرد، الوارات، الاقفال، الهوك، كل حاجه، بقسم الوزن ده على القيمه اللي موجوده فين في جدول الاحمال واضرب في 100، يبقى بقسم 9 على 10 يديني 9 من 10، اضرب في 100 يديك 90%. يبقى انا كده القدره الحاليه اللي انا واخدها من الكرين 90% من قدره الكرين في الوضع ده، يعني انا خلاص قربت اوصل ل 100%. وده طبعا كل ما الرقم ده يزيد كل ما تبقى الرفعه حراريه. ليه؟ لان انت كده بتقلل معامل الامان. ساعتها معامل الامان كام بقى؟ انا قلت دلوقتي 9 على 10 في 100 90%، يبقى لي كام من 100%؟ يبقى 10%، يبقى انا كده معامل الامان كام بتاع الرفعه؟ بتاعت الرفعه 10%. بيقلقني؟ اه يقلقني، بس انا ليه ارفع لحد 100%؟ بس كل ما تزيد كل ما الرفعه تخش في منطقه حرجه. عشان كده انا في البولسي بتاعتنا في الشركه بتقول لك لحد 90% دي مش حرجه، فوق ال 90% بتبقى رفعه حرجه. يعني ايه رفع حرجه؟ يعني بتحتاج بقى مزيد من التفاصيل خاصه بالحسابات بتاعتك، الدراسه بتاعت الارضيه، الكرين نفسه، الريجنج تولز، الوايرات، طريقه التصبين، مش عارف شكله، قيمه اللود، مزيد بقى دراسه، عباره عن دراسه تفصيليه لعمليه الرفع اللي هتتم عندك. انما هي امان؟ اه هي امان لحد 100% هي قيمه امنه. بس ادي الموضوع ببساطه على موضوع معامل الرفع. وطبعا كل ما انت تزود معامل الرفع، مثلا تقول انا عندي 10% 15% 20%، كل ما تزوده تبقى كويسه. يعني مثلا تقول انا ليا ارفع دي هنا 90%، تمام، انا في مواقع تانية تقول لك 75%، موقع تاني يقول لك 80%،
ساعتها بتزود المعامل الامان، بتبقى الدنيا كويسه. اكتر من كده بقى بتبدا تعمل خطه رفع حرج للمزيد من التفاصيل ودراسه للنقطه دي. هذا الموضوع ببساطه. شكرا.